أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في أحد القنوات الفضائية هناك من يقوم بالرقية الشرعية وهو من خارج هذه البلاد. من؟ يقول أحسن الله إليكم: في أحد القنوات الفضائية هناك من يقوم بالرقية الشرعية وهو من خارج هذه البلاد، ويخصص لكل بين فترة وأخرى تلاوات للعين وأخرى للجن وأخرى للحسد ونحوها، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ هذا من التلاعب بالرقية. الرقية تكون مباشرة على المريض بحضوره، ما تكون من إنسان بعيد مسافات، فهذا من التلاعب بالرقية وإخراجها عن موضوعها. وأنتم تعلمون أن كثر الآن التلاعب مع الأسف، وكثر المرتزقة اللي يأخذون أموال الناس فيرقون بالتلفون وبالجوال وبالمحطة الفضائية، هذا كله من العبث بالرقية. نعم.